من ربك؟ ربي الله الذي خلقني ورباني. ومن نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما دينك؟ ديني الإسلام. أين الله؟ الله في السماء مستوى على عرشه. ما معنى استوى؟ على وارتفع. لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله لنعبده. ما هي العبادة؟ العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه. ما هو التوحيد؟ أن تجعل الله واحدا في كل شيء. ما هي كلمة التوحيد؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله. ما هي أقسام التوحيد؟ أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله لا شريك له في الخلق والملك والتدبير. ما هو توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية هو اعتقاد أن الله لا شريك له في العبادة. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ هو اعتقاد أن الله لا شريك له في أسمائه وصفاته. ما جزاء من عبد الله وحده؟ أدخله الله الجنة. ما جزاء من أشرك بالله؟ أدخله الله النار. هل نحب التوحيد؟ نعم نحب التوحيد ونكره الشرك. ما هو الشرك؟ الشرك أن تعبد مع الله أحدا. ما هي مراتب الدين؟ مراتب الدين ثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. ما هي أركان الإسلام؟ أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هي أركان الإيمان؟ ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما هو الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتح الله عليك وبارك فيك.